اهلا بيكم ببرنامجكم معاك في الغربه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي المشاهدين النهارده عندنا حلقه تقيله قوي، جايين لكم بحاجات من لبنان وجايين لكم بحاجات من السعوديه وجايين لكم بشكل وجايين لكم باستاذه اسماء. بس في الاول طبعا بنحب نشكر كل الناس اللي ساعدتنا ووقفت معانا المره اللي فاتت بدعمكم وبمشاهدتكم لينا وحسستونا ان احنا بنعمل حاجه كويسه. برنامج احنا مصممين ان احنا نتعامل مع كل الناس، احنا ماشيين زي ما بيقولوا كده في وسط الطريق، لا بنستغل حد ولا بنتاجر بحد ولا بنتاجر باوجاع حد. البرنامج هيفضل صوتكم واللي انتوا بتقولوه هو هيتنقل زي ما انتوا ما بتقولوه بالظبط، بنتكلم معاكم بطبيعتكم، ما بنصنعش ولا بنحاول ان احنا نجيب اخبار مضروبه ولا بنحاول ان احنا نيجي على مؤسسه من مؤسسات الدوله ونقول لا كانت المفروض تعمل وتعمل وتعمل، لان زي ما قلنا ان الخلفيه القانونيه بتاكد ان اللي عليه دور بيعمله بنقول له شكرا، عمل اكتر منه لازم نقول له شكرا جدا. بس لكن ما اقدرش احمل على مؤسسه من مؤسسات الدوله ان هي تعمل حاجه بتعتبر مخالفه، ولو عملها بيعملها على مسؤوليته الشخصيه ويبقى هو ده العرف السائد او هو ده المطلوب. بس طبعا احنا متعودين مع بعض ان احنا بنناقش في الاول الفقره بتاعت الاخبار. بالنسبه لفقره الاخبار بتاعتنا النهارده عندنا طبعا اخبار كويسه جدا بالنسبه للمواضيع كنا فتحناها قبل كده. اتكلمنا عن موضوع تصاريح العمل الخاصه بالمصريين العاملين في دوله الاردن، وللاسف كان الشهر ده يعني من يومين تقريبا كان هيبتدي ينتهي فتره التصويب او تصحيح الاوضاع، وكانت تصاريح العمل اللي هتنتهي ما كانتش هتتجدد تاني بفضل وزاره القوى العامله المصريه وتعاملها مع وزاره القوى العامله في الاردن. الحمد لله رب العالمين قدروا ان هم يمددوا الفتره دي لحد اخر السنه، وان شاء الله باذن الله يعني بنامل وبنطلب مزيد من الدعم ومزيد من التدخل، لان عندنا هتبقى مشكله كبيره جدا. الناس دي عددها كبير قوي، عشان تنزل مصر هتبقى عندهم هم مشاكل واحنا هيبقى عندنا مشاكل. الناس دي عندها اولاد في المدارس، عندها ابناء في بيدرسوا في الجامعات، عندهم مستوى معيشي معين اتعودوا عليه. عشان ننزل النهارده 4000 اسره 5000 اسره ويروحوا بشكل كده فجائي وينزلوا مصر هنا تقريبا 99% منهم ما لهمش وظائف او حاجه يروحوا عليها. كلنا عارفين ان اللي عايش بره بيعيش بره الوقت بتاعه وعارف ان هو قاعد ومطور، وحتى لما بيجي يروح بيجي مروح هو اللي حاسب ظروفه. لكن عمليه ان انا امشيه ابعاد فوري دي حتى لو هو قانون خاص بالدولة، ولكن احنا عارفين ان كل الدول العربية يهمها في الاول وفي الاخر عدم الاخلال بموازين معينة. النهاردة لما اروح 5000 اسرة، 5000 اسرة تقريبا لو حسبنا متوسط 4 افراد الاسرة انا ضريت قد ايه. فبنأمل طبعا، احنا عارفين ان انتوا عاملين اللي عليكم اكتر بكتير جدا كمؤسسات الدولة اللي تعاونت ومددت فترة التصويب لحد نهاية 12، ولكن كل تقريبا الرسائل اللي جاية لنا بتناشد وبتدعو كل جهات الدولة انها تتدخل وتحاول توصل لحل وسط. يعني حتى المهن اللي اقل من كده بشوية تفتح لنا تصريح العمل فيه، بحيث ان انا ما اروحش كل الاعداد دي، واللي مش عايز بقى ساعتها انه يجدد الرخصة او يعمل رخصة العمل بتاعته على المهنة الادنى فده خلاص هو اللي اختار انه يروح. ده احنا بنأمل طبعا في كده، وعارفين ان انتوا بتعملوا المجهود الزيادة قوي عشان تحلوا كل المشاكل دي. وتقريبا معانا مداخله، معانا الدكتور احمد اسامه عمر، شخص من الشخصيات المحترمه جدا، والله اتشرفت بصراحه ان انا عرفته. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا معاك دكتور، ازي حضرتك؟ معاك السلام عليك يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله. انا بحييك في بدايه مداخلتي مع حضرتك، وبحيي الساده مشاهدينك الكرام في مصر وفي الدول العربيه والاوروبيه. ربنا يخليك. وبحيي رئيس تحرير البرنامج تلميذي ياسر اسماعيل والمخرج وكل كرو العمل اللي موجوده عند حضرتك. البرنامج بتاعك ده على فكره انت رائد فيه في الرؤيه التلفزيونيه. تلامذتك يا دكتور، احنا كلنا تلامذت. ربنا يخليك يا معالي المستشار. طبعا انا اتشرفت بحضرتك، وكان لقائنا امبارح يعني لقاء مثمر وبناء، وفي رؤيه عظيمه جدا اتمنى انها تتحقق. ربنا يخليك. قريب العاجل باذن الله، ويكون بينا توحد فكري وثقافي واعلامي لخدمة المجتمع، ورسالة بتاعتك دي رسالة قومية، رسالة عربية. أتمنى طبعا أن حضرتك كمان، لازم أبشر كل السادة مشاهدينك أن حضرتك تبوأت بالأمس
مكانه كما تبوأتها معك شخصيا وكنت في معيتك، وكنا احنا موجودين طبعا مع طلعت بن زايد اللي هو رئيس الاتحاد العربي لحمايه حقوق الملكيه الفكريه، الهيئه العربيه الدوليه دي حضرتك كالمستشار القانوني ليها، وقد تبوأت معك هذا المنصب اللي هو موجود قدامنا على الشاشه دلوقتي، وهو مكانه شرفيه لينا احنا الاثنين. اتمنى من خلال برنامجك العظيم وملفك الخطير اللي حضرتك بتتناوله دلوقتي، والحمد لله على سلامتك من لبنان طبعا، الله يسلم عليك يا دكتور. انت انقذت مصري، يعني انا كان نفسي استناك في المطار واعمل لك احتفاليه كبيره يا جدا ريس، على ربنا فكره. يخليك، احنا كلنا تلامذتكم، انتوا سبقتونا في التطوع، وسبقتونا في الوقوف مع الناس، واحنا بنحاول نتعلم منكم، وانا اللي اتشرفت بمعاليك امبارح، واتشرف طبعا ان اكون في هيئه تابعه لجامعه الدول العربيه من خلال معاليك وتحت ظل معاليك، لان انا عارف ان حضرتك ما شاء الله لا قوه الا بالله اضافه للمكان ده، وانا بدعو ربنا ان انا اكون عند حسن ظنكم باذن الله ان شاء الله. حضرتك شرف لمصر كلها والوطن العربي وكل الناس اللي بره الجاليات العربيه اللي موجوده، رسالتكم انت ويا رئيس تحرير البرنامج وكل الكاست العمل دي رساله، يعني دي قوه ناعمه وقوه جديده ونقله نوعيه للبرنامج التلفزيوني، يعني انت بتعمل نقله نوعيه للبرنامج التلفزيوني، اول مره يبقى في توك شو يهم جدا جدا الجاليات العربيه اللي بره ويهم قضاياهم المهمه، لان هناك قضايا عريقه كثيره جدا لابد من ان احنا ننتهي منها، وتكون يعني قوة تجانب مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، يعني حضرتك يعني أنت بتساعدهم بشكل تطوعي وبشكل، وأنت حضرتك محامي كبير قوي وشهرتك ومعروف في مصر وفي الدول العربية إن أنت تمسك أبنائنا وتمسك رجال أعمالنا وتبقى مسؤول عن الحرفية الشديدة، سواء كانت حرفية قانونية كمستشار قانوني كبير جدا ومحامي كبير، أو حاليا أنت في منصة إعلامية خطيرة، أحييك لهذه القناة، وانا بحيي الدكتور عبد الحميد توفيق صديق رئيس المحطه والمخرج بتاعك، وايضا مدير عام البرامج الاستاذ محمد ومدير التسويق، الناس دي على فكره عرفت كويس جدا جدا تستقطب ملف خطير وبرنامج خطير، وكمان ايضا التوقيت توقيت ممتاز على اعتبار ان احنا بنتعامل مع توقيت مختلف في الدول اللي بره، يقدروا في الوقت ده كل دول العالم تقريبا تشوف، لان اغلب التوقيت دلوقتي مناسب اللي رجع من شغله واللي موجود في بيته واللي ممكن يسمعك، وايضا احنا اتفقنا ان شاء الله ان البرنامج يطلع اذاعي قريب، وان موجودين الناس دلوقتي انت كمان على الهواء على اليوتيوب، يعني انا حاليا بشوف حضرتك على اليوتيوب، يعني انت دلوقتي بالظبط. مباشر هو احنا طبعا بنلاقي كل الدعم من الناس هنا بصراحه، والناس بتحاول بكل الطرق ان هي مؤمنه بالفكره ان احنا عايزين نستقطب ابنائنا في الخارج، مش عايزينهم يروحوا ناحيه يمين او يسار، اللي بيعادي مؤسسات الدوله ويبتدي يعمل لنا مشكله، وهم في الاول وفي الاخر مننا دكتور، وربنا يعيننا باذن واحد ان شاء الله، احنا ما فيش حد فينا صاحب فضل عليهم، الناس دي واقفه مع الدوله وهم عمود فقري في اقتصاد الدوله، والدولة كلها تقريبا كانت مسخرة لهم مساعداتها وإمكانياتها، بس للأسف كان اللي بيتقال غير كده وكان الواضح غير كده، احنا بنحاول نسلط الضوء، لو في سلبيات ما فيش مكان في العالم ما فيهوش سلبيات، وطبعا أنا شهادة معاليك دي أنا ده وسام على صدري، حد قام زي معاليك يشهد لي بده، أنا مش قادر أرد على معاليك، ألف شكر دكتور. ربنا يخليك، احنا عايزين بس نقول إن ملف أو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبه ولفه في الدول علشان يقدر يحقق الاستقرار المعيشي ويحقق الاستقرار للعماله المصريه اللي موجوده في الخارج، وان هو برضه ايضا هو ضمن برنامجه الانتخابي اكد على العماله المصريه والجاليات العربيه بره لابد ان هو يكون ضمن او على راس قضاياهم وحلولها بشكل سريع، وجيت حضرتك في الوقت المناسب ولمست على هذا الملف، انا بحييك وبحيي مشاهدينك وبحيي ايضا او ثاني رئيس تحرير البرنامج والمخرج بتاع البرنامج ورئيس المحطه، واتمنى باذن الله ان الناس تتابعك والناس تبقى عارفه يعني ميعاد البرنامج وتلتف حولك، باذن الله ربنا ينصرك في قضيه المواطن المصري اللي حضرتك انقذته وقدرت تعمل بروتوكول تعاون بشكل شخصي بطلتك وهلتك في لبنان، وقدرت انك انت تجيب نقيب المحامين اللي هو هناك يوازي رئيس الوزراء نقيب المحامين هناك زي ما حضرتك شرحت لي كده، وانا عارف الطقوس اللبنانيه كويس والحكومه اللبنانيه، وايضا حضرتك شاهدت على ثوره في لبنان كنت شاهدا وحاضرا بالاول امس لفعاليه كبيره جدا، وكنت المصري الوحيد اللي موجود هناك، انا بحييك على فكره معانا المستشار، ربنا يخليك، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك. انا بس في الاخر يا دكتور هطلب من معاليك طلب، انتوا وعدتونا ان احنا لو مسافرين اي دوله تطوع ما فيهاش ربح،
ان انتوا هتدعمونا بخطاب من الهيئه العربيه الدوليه التابعه لجامعه الدول العربيه بتيسير الاجراءات، وده طبعا هيسهل علينا كتير جدا ان احنا نقف مع كل اخواتنا واهالينا اللي موجودين في اي مشاكل بره، وان شاء الله يا رب نكون عند حسن ظنكم ونقدر نعمل حاجه بيكم ونكون يعني اداه وصل بينكم وبينهم يا رب العالمين. طلع بيه زي اتاكد على حضرتك امبارح الجواب فعلا. ده بالاضافه لان هيكون هتكون منتظركم يعني الان على معانا شايفات في التلفزيون في لبنان ابتسام هانم اللي هي مسؤوله عن الانسان في لبنان كلها، هي هتنتظرك ان شاء الله في المره اللي جايه وصديقك صداقه كويسه جدا وهتكون بجنبك وهتسخر لك حاجات كتير جدا جدا جدا. الف شكر. ان شاء الله هيكون بينا كلنا متعاون فيه. ألف شكر، وطبعا بشكر معاليك وبشكر طلع بزايد وبشكر أستاذتنا الفضلة أمين عام الاتحاد، ويا رب يجعلكم كده عون لينا دايما وما يحرمنا من دعمكم، وكل المؤسسات اللي بتجمع العرب ببعضيهم تكون على نفس الاحترافية دي والجمال ده اللي احنا شفناه امبارح. وألف شكر، ألف شكر يا دكتور شرفتنا، وألف شكر، ألف ألف مبروك كمان. احنا عندنا طبعا وزارة القوى العاملة قالت ان هي خلاص وصلت لمرحلة ان هي مدلت فترة التصويب لحد نهاية 12. مطلوب من الشباب ان هم يحاولوا يقولوا لنا ايه مقترحاتهم، مؤسسات الدولة كلها واقفة وراك، مش عايزاك خالص ان انت تحس ان انت لوحدك او سايباك. احنا وصلنا او موصلناش الناس اوريدي بتعمل ده، يمكن احنا تواصلنا معاكم اول اسبوع وقلتوا لنا حاولوا ان انتوا توصلوا لاي آلية. فوجئنا النهاردة قبل الحلقة ان هم الناس وصلوا ومحتاجوش حد يوصل صوتكم وتعاملوا وتعاونوا ووصلوا لكم ان هي تمديد الفترة لحد نهاية السنة. نأمل مقترحاتكم، انتوا اللي عارفين الوضع هناك ممكن تشتغلوا في ايه وما تشتغلوش في ايه، وان شاء الله بإذن الله ربنا كريم ان يوصلوا لقرار افضل من ده بكتير. وعندنا كمان وزارة القوى العاملة بتقول إن هي حلت مشاكل في 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 منطقة جدة لعدد كبير جدا من العمالة المصرية، وحصلت لهم على مبلغ طبعا تقريبا حوالي 85 مليون تقريبا دولار. طبعا وزارة القوى العاملة زي ما قلنا المرة اللي فاتت بتقوم بدور كبير جدا، بس زي الإيه الجندي الخافي كده، في حد جوه الوزارة بيبقى موجود في وزارة الخارجية، موجود في كل بعثة دبلوماسية، مستشار عمالي، راجل على درجة احترافية كبيرة جدا. ممكن حضرتك تقول لي لا مش كله، ممكن اقول لحضرتك في استثناء، ولكن الراجل ده هو اللي بيتابع شغل حضرتك، هو اللي بيدرس على طول عقدك، هو اللي بيدرس موقفك، هو اللي بيقول لك اعمل ايه، والمستشار القانوني اللي موجود معاه بيساعد اكيد وبيعمل لك ده. هنتكلم في الفقرة التانية على ايه هي دور السفارة وايه اللي الناس بتعمله اكبر بكتير جدا من الدور المطلوب منها او اللي القانون بيلزمها بيه، واحيانا ده بيتعمل على مسؤوليتهم الشخصية. عندنا اخبار طبعا عن قضيه عطيه في لبنان، فيها تطور الحمد لله رب العالمين. لا يعني لا يمكن ندعي ان انا السبب فيه خالص اطلاقا، احنا كنا فريق عمل متكامل كان بيسعى فيه انا واستاذه اسماء واسره عطيه وناس متعاونه وناس كانت معانا لمجرد ان احنا رايحين بس عشان نشوف الموضوع ايه. هنتكلم على الفقره الجايه. عندنا كمان وزاره الهجره يعني بتقول لنا كده ان في تعديلات هتحصل والوضع باذن الله هيتغير والاليه بتاعت العمل هتتغير، ده هنناقشه مع محمود واسماء لان هم المختلطين جدا بالوزاره من زمان مش من دلوقتي. عندنا طبعا خبر مفرح جدا ان في عندنا مهندس مصري اسمه مهندس حسن امام علي، ده حصل على جايزه، اعتقد ان اول مره حد مصري عربي مسلم يحصل عليها، واحنا طبعا بنحيي الراجل ده، صورته تقريبا معانا على الشاشه، واخد جايزه في التخطيط واداره المشاريع تقريبا، حاجه مميزه جدا ومفيش حد حصل عليها قبل كده لا مصري ولا عربي بس. فطبعا بنبارك له ويا رب كلكم نشوفكم زي الباشمهندس كده، وفاصل ونرجع لكم على طول، انتظرونا.